رعب وخوف من المجهول، مشاعر يعيشها أهل قطاع غزة المشردون وسط ظروف معيشية صعبة دفعت بعضهم للتفكير بالهجرة لمكان يوفر أبسط مقومات الحياة لهم. وسط ازدحام خيام النازحين والدمار الهائل المحيط بمدينة خان يونس، يجلس المستشار القانوني فادي فواز على كرسي مكسور بين حبال الغسيل يراقب أطفاله وهم يلعبون بعد أن فقد منزله وعمله وانتهى به المطاف في خيمة بلاستيكية، ولسان حاله يقول لا بد من الهجرة رغم أنها لم تخطر على باله من قبل. مربعات راحت، مدارس راحت، جامعات راحت، مساجد راحت، مربعات سكنية مسحت، متاجر مسحت، يعني فيش أصبح لا يوجد حياة. مش أنا بفكر في الهجرة لأنه أنا ما بدي غزة، لا، أنا فرض علي الآن أنه أنا فيش حياة في غزة، فأنا مش عشان نفسي، عشان أطفالي وأمن المستقبل، وفرضت علي الآن الهجرة. في المقابل لم تكن هذه رغبة المحامي محمد عبيد، رغم أنه يعيش في المخيم ذاته ويواجه المصير نفسه، لكنه يعتقد أن هذه الأفكار تراود فئة قليلة من الغزيين وقد تنتهي بمجرد عودة الحياة في القطاع لما كانت عليه. وأعتقد أنه فئة قليلة جدا يعني اللي بتفكر في هذا الموضوع، وزي ما ذكرت لك يعني وهم كانوا بيحكوا في الموضوع أكيد تحت تأثير الحرب والظروف القاسية القاهرة اللي عاشوها في فترة الحرب، لكن لما بيرجعوا لحياتهم الطبيعية كل هذه الأفكار تنشال يعني، وبيرجعوا لتفكيرهم السليم.